السرعة بلغت 53 في التزايد ما شاء الله تبارك الله. أول أشواطنا هنا للبكار اللقاية المحليات الأصايل جمرة 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 وهي فيها حر من الجمرة في هذا الشوط. تسير أيضا مع ال 400 متر الأخيرة. هنا يتواجد أيضا محمد بن صالح بن نصر العامري ليقدم هذا الأداء الكبير ليسير هنا أيضا بقيادة أحد الخبراء مبارك بن محمد النصر العامري يقدم هذه الانطلاقة. سلام يا الساد سلام سلام يا ليحر سلام على هذا الفوز والانتصار سلام على هذا الأداء الكبير. جود مورنينج جود مورنينج مشاهدينا الأعزاء زاخر والشعيب يستاهلون التحية أيضا تحية كبيرة لسعادة صالح بن نصر العامري الرجل الذي دائما يقف بالدعم الكبير خلف هذا الشعار. تهانين من الأعماق أيضا على فوز الجمر المركز الثاني وصلت ملفتة لراج بن مطر بن محمد بن دحروي العامري المركز الثالث الوصف. التي عرفت بالنواميس منذ قديم الزمان ومنذ تأسيس رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة وغاره اللي شنت الغارة في رصيدها سيارة في العام الماضي في ميدان الشحانية هنالك في ميدان التحدي إضافة إلى التوقيت الزمني الذي سجل باسم غارة. تهانينا لخليفة بن محمد بن لويح الخيالي وأهني منصور بن لويح الخيالي وأهني بن لويح كافة وللخيالات على هذا الانتصار. ناقلين السلامات إلى الخزنة في هذا الصباح. مشكور يا خليفة يا بن محمد يا بن لويح يا الخيالي على غارتي غارة وانتزاعها لناموس المهجنات الأصايل. يبدو أن هذا الاسم يا سلام شاهين سلطان بن حارب بن مغير العميمي وهالي أبو سمرة وهالي العين وسويحان وكافة الأسماء المتابعة لبن مغير تحييه على هذه الانطلاقة والنقطة الرائعة والمميزة مع شاهين. انظل على هذا المنوال وهذه السير القوي والانطلاقة نحو خط النهاية. يا سلام 300 متر النهاية ترحب بهذا الاسم ترحب بهذه الماركة ترحب باسم شاهين ترحب بهذا الشعار. سلام يا العميمي سلام المركز الثاني الذيب سعيد بمسلم بسعيد المنهالي ولكن ثلاث الأسماء الوصول من ناصي ربيع بن جابر بن ربيع الجابر المري ولكن خلاص يبدو أن خلاص شاهين سلطان بن حارب بن مغير العميمي مع المركز الأول 100 متر النهائية. سلام 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 وتحية واحترام لاسم شاهين. هذه اللحظات الرائعة والمميزة سلطان بن حارب بن مغير على الفوز والانتصار. المركز الثاني ناصي ربيع بن جابر بن ربيع المري المركز الثالث. مع مقدمة الشوط منذ انطلاق الشوط مسيطر مع البداية دير البال يا رجل المفاجآت وصلوا الجماعة هنا الكل بدأ ينطلق مشاهدينا الكرام. وصل العرياني يقدم الوسمي حميد بن محمد بن عبد الله العرياني وأيضا القادم والمنطلق مكرم علي بن ناصر بن عيني الخيلي أول ذاع المكرم بن صرود يا سلام ما يبنى لطاري إلا مع 500 متر الأخيرة اللي هو مكرم ولكن غادر مجد انطلق إلى المقدمة دير البال يا مجد أخذ الحيطة والحذر من مكرم ولكن مجد بالفعل مجد سلام يا المختبر سلام 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 يا المختبر سلام سلام يا مجد الشيبة سلام يا بن نصرة سلام يا هالي الشعيبة سلام يا هالي زاخر بالفعل هذا النواميس تهانينا والناموس لمالك مجد مبارك بن حمد بن نصر العامري للمرة الثانية المركز الثالث. وصل مكرم علي بن ناصر بن علي بن صرود الخيلي. Mesfer
بن راشد العميمي، وطيف ثالثا، طيف طيف مع بن نصرة، طيف مع بن نصرة العامري، ولكن الشاهينية يا سلامي على الشاهينية وأداء الشاهينية مع شعار النيادي، يا سلامي عليك يا راشد يا بن خليفة. بالمرة النيادي قدم الشاهينية بهذا المستوى الكبير. هناك خيلة ما زالت تحاول، وطيف بدأت تتحرك، طيف بدأت تتحرك، ولكن الشاهينية الشاهينية على مقدمة الأسماء. يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة، خيرة ولا الشاهينية؟ الشاهينية ولا خيرة؟ خيرة ولا الشاهينية؟ خيرة 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 خيرة، تسللت خيرة، تسللت خيرة. تهانينا والناموس لسيف بن مسفر بن راشد العميمي على فوز خيرة بالمركز الأول. المركز الثاني من قدمت المستوى الكبير. لكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شواهين، إلى شواهين، واللي غيرت العابرة، العابرة، ولكن بن زومان، بن زومان في الأمتار الأخيرة ما له أمان، ما له أمان، ولكن العابرة، العابرة ودها، العابرة ودها، العابرة ودها ودها، تتقدم مع المركز الثاني. ولكن العابرة عبرت مع سعيد بن العثة بن خزع العامري، ويتقدم مع دها بندر بن محمد بن زومان بن مرسان الهاجري. ولكن أقدم التهنية، أقدم الناموس لمالك العابرة سعيد بن العثة بن خزع العامري، والسلامات إلى مصانع الجنوب في هذا الصباح. المركز الثاني. شاهين سالم بن مبخوت بن عفش المنهالي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى مياس، إلى انطلاقات مياس بالمركز الأول بصدارة هذا الشوط، متقدما بهذا العرض الجميل، ليبدأ بالانطلاق والطيران إلى خط النهاية ليحقق هذا الفوز الجميل، وليبعد عن بقية المشاركين، ليباعد عن بقية المتابعين. هناك مع الكيلو المتر الأخير والمئتين متر الأخيرة المتبقية، تهانينا، تهانينا والناموس المالك مياس علي بن حبروت بن سلطان الاكتبي، محققا الإنجاز بهذه السلالة المميزة والأصيلة والعريقة. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني سوقان علي بن فرج بن حمودة الظاهري، بينما ألف طيح اليامي مع مقدمة الشوط. سلامي عليك اليامي، سلامي عليك اليامي. كفو لأبناء المملكة العربية السعودية على هذا التقدم القوي، ولكن الحذر، الحذر، وصول من الغشمري، وصل الغشمري، ما يعرف والله الغشمرة، ما يعرف إلا الحق، ما يعرف إلا الناموس، ما يعرف إلا النقاط، ما يعرف إلا يكررها. المركز الثاني الغشمري مبارك بمحمد بن نصر العامر القادم، ويشكل لوحة الخطر ويهدد الاسم الأول. الله الله، يا سلامي عليك يا بن نصرة، يا سلامي عليك يا بن نصرة. كفو 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 مع الغشمري مبارك بمحمد بن نصرة العامري مع المركز الأول ومع الناموس ومع الانتصار. وصباح الخير يا العين، وصباح الخير يا بن نصرة، صباح الخير يا العامري. المركز الثاني هنالك النائب حمد محمد بن مسفر الفطيح اليامي. المركز الثالث الوصول من إرسال سيف بن مسفر العميمي. والمركز الرابع الدخول. الملكية
داود بن سالم بن حمد الشبلي، ولكن مذيار من يقدمها لنا؟ حمد بن ناصر بن راشد الدويكي مع المركز الثاني، ولكن غدارة انطلقت إلى مقدمة الشوط تبي أن تهدي الفوز والناموس للمرة الرابعة في هذا الصباح لرجل المفاجآت. بالفعل غادرت. مشكور يا بن نصرة، واسعد الله صباحك على هذا الإبداع والفوز والانتصار. هنا من يقدمها لنا مشاهدينا الكرام محمد بن مبارك بن سالم بن نصر العامري، أسعدت صباحا على الفوز والإبداع والانتصار في هذا الصباح. غادرت بحفظ من الله ورعايته، متوجه إلى خط النهاية، متوجه إلى أن تهديه مالكها وتضيف. مشاهدينا الكرام النقطة الرابعة في هذا الصباح. مشكور يا رجل المفاجآت، مشكور يا بن نصر على هذا الإبداع والفوز والانتصار، معلن فوزها بدون أي منافس. المركز الثاني مذيار لحمد بن ناصر بن راشد الدويكي، المركز الثالث خيال لداود بن سالم بن حمد الشبلي. المركز بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري مع غدير، ولكن الشاهينية وشعيلة والشاهينية، ولكن هناك الشاهينية. نعم على المركز الأول، نعم على الصدارة، ولا شيء غير الصدارة يا بن حليس. الأربعمائة متر الأخيرة غدير واصلة، شودة وشعيلة، يا سلام يا سلام. اللحظات الأخيرة، لحظات الفوز، الشاهينية أغادير، شودة والظبي، ولكن الشاهينية. سلامي عليك يا بن حليس، هذا الفوز، هذا الناموس، هذا الانتصار. سلامي على الهير، سلامي على الهير، من هنا من الوثبة إلى الهير السلام، إلى الهير الناموس. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية خليفة بن حليس بن راشد الكتبي، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني، وصلت غادير على المركز الثاني. دخوله رائع ومميز وملاحقته كل ما في عليه يتقدم رقمين متتاليين واكثر. هكذا الدخول ايضا السريع من مطفي محمد بن الدحبه بن قنازل، ايضا الواصل هنالك مع التحديات. اعود الى المقدمه، اعود الى الاثاره. يلا يا سلوم، يلا يا الجحافي، يلا يا الجحافي، غادر هنالك بن غريب قادم، غريب سعد الجنيبي مع هذا الدخول. يا سلام. بينما هنالك التحديات الواصله، اقول أخو نسيم الرياسة من الأم، يا شاء الله. هذا هو. يا سلام. الأب مختار واضح، والسلالة غنية، غنية على التعريف من سلالة سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم. مشكور يا سلوم، مشكور رعيد على هذا الإنجاز وعلى هذا الانتصار. الثانية بالأسود على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع نسيم نهيام بن حمد بالأسود العامري، والمركز الثاني اللي قدم عروض رائعة هناك مطفي محمد بن قناز العامري. المركز الثالث الوصول من عماد بن غريب سعد الجنيبي. أداء والمنطلق على رابع المراكز مسير خليفة بن سالم المنصوري، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط، العودة إلى شامخ اللي قادر على الصدارة. ينطلق بهذا العرض الجميل، ينطلق بهذا الأداء حمد بن عبيد بل حلوس العامري، مسيطرا متقدم حتى هذه اللحظات بينما الخطورة من ثاني المراكز. بحر سعيد بالدحبة بن قنازل العامري، ولكن خلاص الناموس مع بالحلوس مع الناموس، يسيطر حتى اللحظات الأخيرة، ولكن الخطورة من ثاني المراكز. تهانينا والناموس المالك شامخ حمد بن عبيد بالحلوس العامري، بينما المركز الثاني بحر سعيد بالدحبة بن قنازل العامري ثالث المراكز. وصل في على هذا التحدي وعلى هذا السير الواثق، ما شاء الله. انطلقي الوثبة، غردي الوثبة، حلقي الوثبة، لأن هنالك قدوم منصورة. شعار بالقرين واصل، شعار بالقرين وشعار الرميثي، الوصول أيضا من قبل الأسماء مشغلة، وكذلك هنالك نشرة. الله
الله الله، انطلق الوثبة، انطلقت الوثبة، حلقت الوثبة، بسم الله ما شاء الله. هذه السبوق، هذه السبوق اللي يبغيها، انطلقت وسرعتها قوية، انطلقت إلى خط النهاية، انطلقت إلى خط النهاية، انطلقت إلى الناموس، انطلقت إلى التهاني. سلام يا الأبيض سلام، سلام يا الجنوب سلام، سلام يا الوقن سلام، سلام التحدي سلام، سلام يا الفوز سلام. هذه هي الوثبة، هذه هي الوثبة، تحلق في أجواء الوثبة. عيسى بن عبد الله بن سالم الجحافي مع الوثبة، مع الناموس ومع الانتصار بدون أي منافس، مشكورة على يدعى على هذا الانتصار. المركز الثاني هنالك المنصورة محمد بن قريب بن العام، المركز الثالث من خير خيره صالح بن محمد بن نصر العامري، ووصل ايضا محنى بن حمد بن مي العفاري. البطران البطران شعار راعي الركبه وصل في هذه اللحظات، ولكن اعود الى اعصار، اعصار على المركز الاول، اعصار على الانطلاق الاول، اعصار تاتي محمد بن علي بن حليس العفاري. التحديات المثيره، الانطلاقات من الشاهينيه، وصلت الشاهينيه مبارك بن سعيد بن سلم بن حمرور العامري، والشعار بالعور، وشعار السعيد بن مطر بن محمد الرميثي بدأ يتدخل أيضا من خلال هذه المنافسة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة الأولى. أعصار 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 حاملة الرقم 30 على الصدارة. سلام 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 إلى مالك أعصار، سلام لمحمد بن علي بن حليس العفاري على هذه اللحظات والوصول. المركز الثاني شاهينية مبارك بن سعيد بن مسلم بن حمرور العامري، المركز الثالث الفاتنة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، المركز الرابع بشعار المنصوري أحمد بن علي بن عمير المنصوري، وثانيا وصل السناوي، ثانيا انطلق السناوي على ثاني المراكز هنا ليقدم لنا سعيد بن محمد بن سعيد بن سويري مع السناوي على المركز الثاني، ولكن ثمين ثمين والسناوي، السناوي وثمين، وثالثا هنالك هملول فارس بن سهيل الياباني الظاهري، ولكن السناوي، السناوي قفل قفل على الشوط وحساباته، قفل على الناموس. يا سلامي على السناوي، السناوي السناوي السناوي، وحسن وميسك سناوية. يا سعيد يا بن محمد، يا بن سعيد يا بن علي، يا بن سويري على هذا الفوز، وفوز السناوي بناموس هذا الشوط. تانينا والناموس، والفي مبروك. المركز الثاني وصل هملول فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري، وثالثا باحثا عن الفوز والانتصار ليتجاوز في الامتار الاخيره مع النصف كيلو الاخير والخمسمائة متر المتبقيه من نهايه هذا الشوط. روح بالنصر، راح انطلق مع الناموس، انتصر بالنصر في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا العرض الجميل في الامتار الاخيره. صالح بن محمد بن نصر العامري، سلام 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 يا رجل المفاجآت، سلام على هذا الإنجاز، سلام على هذا العرض الجميل. والنقطة الخامسة للمرة الخامسة يسجل هذا الشعار الفوز، الهاتريك والسبر هاتريك وما بعد. تهانينا والناموس الملك الشاهنية صالح بن محمد بن نصر العامري، بينما وصلت على المركز الثاني نوادر ناصر بن راشد بن سعيد الجابري. مع المركز الثاني، ولكن الرقصوين مع البداية ما شاء الله وتبارك الله غادرت، ولكن هنا ملاذ تتقدم، ملاذ ويا ملاذ الناموس. هنا مشاهدينا الكرام يا راشد بن زايد بن راشد البحيح المري، دير البال، الهدى الهدى وملاذ وعالي مع المركز الثالث، شوط الختام، ولا تسلم المهمة، ما ترضى إلا بالفوز. الهدى من هدى للناموس، إن لم يكن كلام ثاني مع
المستعملات الرقص هنا عالي تقدمت صمت واصلة ولكن نعود مع الهدة بالفعل انهدت للناموس ما سلمت المهمة الهدة تهانينا والناموس لك يا رميذي أسعدت صباحا مع شوط الختام السلامات لأهل السمحة أهالي ند الشباء على هذا الفوز والإبداع والانتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميذي من قدم الهدة المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام ملاذ راشد مزايد وراشد بحيح المري المركز الثالث